السلام عليكم، أهلا بكم. آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين، أبدأها بتقديم واجب العزاء لأسرة الصحفي والمصور في قناة القاهرة الإخبارية أحمد فطيمة اللي استشهد في قطاع غزة بعد استهداف من الطيران الإسرائيلي وقصف للموقع اللي كان موجود فيه. الزميل أحمد فطيمة أنا عمري ما عرفته لا بشكل شخصي ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت عنه من مواقع مش مصرية، ومعرفتش اسمه من الموقع بتاع القناة اللي شغال فيها اللي هي القاهرة الإخبارية، عرفت اسمه من أماكن أخرى. نعت هذا الصحفي وهذا المصور الشجاع اللي استشهد نتيجة قصف إسرائيلي غاشم بيستهدف الصحفيين كما يستهدف المدنيين. يعني زي ما بقول دايما، الصحافة ليست جريمة. خالص العزاء لأسرة أحمد فطيمة، خالص العزاء لزملائه في القاهرة الإخبارية ولأسرة القاهرة الإخبارية أيضا. الصحافة ليست جريمة، واستهداف الصحفيين هو الجريمة، ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة وبحق المدنيين، لكن هنا بتكلم كصحفي في المقام الأول، هو جريمة يفترض أن يعاقب عليها القانون، ويفترض أن تتحدث أسرة الصحافة الدولية للتنديد بهذا الأمر، اغتيال مصور أو بروديوسر أو صحفي أو مراسل أو أسرة مراسل أو مذيع أو مراسل حرب، أيا كان الوظيفة اللي هو بيعملها. الراجل ده عبارة عن كيان، الراجل ده وراء أسرة، الراجل ده ليه عائلة، الراجل ده ليه كارير مهني محترم. المفترض أن العالم كله ينتفض كلما استهدف صحفي، المفترض أن الصحافة تعامل باحترام أكثر من ذلك. لكن الحقيقة اللي مزعلني جدا ومخليني مستاء جدا جدا، ان ربما كان هذا الخبر عاديا، وربما كان بس هكتفي بان انا اقدم واجب العزاء لأسرة احمد فطيمة واتمنى ان يكون من الشهداء وخلاص واشوف موضوع تاني، لكن الحقيقة ان القاهرة الإخبارية لم تتعامل مع الرجل بالقدر الكافي، ولم تقدم له العزاء باسمه، وانما تحدثت عنه كنكرة. القاهرة الإخبارية لسبب محدش يعرفه قررت انها ما تقولش اسم أحمد فطيمة، ما تتكلمش عنه أصلا. قالت أحد أفراد طاقم القاهرة الإخبارية، عزيزي رئيس القاهرة الإخبارية ومدير القاهرة الإخبارية ومدير الشركة المتحدة، حضرتك مش الخبر، القاهرة الإخبارية مش الخبر، الخبر هو المصور، هو الصحفي الذي استشهد، هو من يستحق في هذه اللحظة أن يخلد اسمه وأن يبروز وأن تسلط عليه الضوء، مش إن حضرتك تبقى أنت الخبر. أنت مش الخبر، أنت مؤسسة فيها أفراد موجودين في قطاع غزة تمنينا لهم السلامة، لكن لو استشهد أحد هؤلاء فهو الخبر. يعني ده اللي علمه لنا مين؟ مش القاهرة الإخبارية يا جماعة، مين هو أحمد فطيمة؟ إيه اللي حصل؟ مش أحد أفراد القاهرة الإخبارية، إن في مصور صحفي قتل، هو ده الخبر، ده اللي نفهمه. أنا بتكلم بحرقة عن واحد والله عمري ما شفته ولا عرفته، يعني ما تجمعنيش بيه غير الإنسانية أولا وأخيرا، وإنه مصري زي وإنه صحفي، فحقه إن ناس تتكلم عنه بحقه، حقه إن حد يطلع يديله حقه على الهوى بعد ما استشهد للأسف. تعالوا نشوف القاهرة الإخبارية عملت إيه في خبر استشهاد أحمد فطيمة أو أحد أفراد طاقمها. بص معايا كده على الخبر، استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية بقطاع غزة وإصابة آخر بإصابات شديدة، عاجل القاهرة الإخبارية، استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية. بص معايا كده، في كام حاجة نكرة هنا وكام حاجة معرفة، الناس بتوع اللغة يركزوا معانا. استشهاد أحد، واحد كويس، يبقى أحد أفراد، هو من مجموعة أفراد فهو أحد أفراد. أطقم، عندنا طواقم كتير يا جماعة، ده مش بس عندنا المصور ده، احنا القاهرة الإخبارية. نيجي بقى لأول حاجة معرفة في الجملة، القاهرة الإخبارية. يا سلام، يعني حضرتك الراجل اللي استشهد ومن أحد أفراد الأطقم، كل دول نكرات، وحضرتك كقاهرة إخبارية انت المعرف بالألف واللام، انت الخبر؟ مين يا جماعة اللي اختار الصياغة دي؟ يعني في أي مدرسة صحفية بيصاغ خبر كهذا، وإصابة آخر بإصابات شديدة؟ طب ما كتبنلاش ليه وإصابة آخر من أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية، فتبقى مرتين معرف بالألف واللام. ما هذا العبث الصحفي والإنساني الاتنين؟ والله
يعني ده امر صحفيا لا يليق وانسانيا ده معيب يا جماعة، ده عيب. اللي شرع على حضراتكم تعملوا الكلام ده عيب، عيب ما يصحش. ده راجل ضحى بحياته وهو يقوم بممارسة مهنة سامية من اشرف وانبل المهن على مستوى العالم. فلما يتم التعامل معاه بالطريقة دي الحقيقة دي حاجة غاية في يعني الامتهان لمهنة الصحافة. كان المفترض أن تكتب أو يصاغ الخبر عاجل استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القاهرة الإخبارية في قطاع غزة وإصابة الزميل فلان الفلاني بإصابات شديدة. فأصبح الخبر دلوقتي مش أن أنا داخل أعمل سيرش عن القاهرة الإخبارية، لا، السيرش اللي يتعمل عن أحمد فطيمة عشان أشوف الراجل ده مين عمل إيه. فأنا الحقيقة النهاردة بعمل شغل القاهرة الإخبارية. آخر كلام النهاردة بيقف كده إجلالا واحتراما للزميل أحمد فطيمة الذي استشهد في قطاع غزة، وبيحاول أنه يديله حقه اللي المكان اللي كان شغال فيه تعامل معه بأنه نكرة ووصفوه بأنه أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية. تعالوا نشوف مع بعض كده الأستاذ أحمد الطهري وهو رئيس القاهرة الإخبارية أعلن الخبر إزاي، يمكن ده يدينا صورة مين اللي كتب الخبر اللي استعرضناه من شوية. أول امبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، انقطع الاتصال مع طاقمنا، علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام أستاذ أحمد، هو أنت ليه ما كتبتش، يعني أنا بشكرك طبعا أنك كتبت المصور، يعني أحمد الطهري هنا ما كتبش واستشهاد مصور من أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية، لا الحمد لله حط له الألف واللام، خلاه معرف، ما تعملش معاه إن نكرة وإن لم يكن يعني تغافل عن ذكر اسمه. بس أنا الحقيقة مش فاهم، هو أنتوا إيه مشكلتكم إن أنتوا تبروزوا الراجل اللي مات، تقولوا إن فلان الفلاني استشهد؟ هل ده مثلا لسبب أمني؟ يعني أوكي سبب استخباراتي، هل ده لحاجة إحنا ما نعرفهاش؟ ما هو أصل المنطقي انه اي قناة بيستشهد ليها حد بيكون هو الخبر، تعلن بصوت محمد كريشان في 2003 جاءنا هذا الخبر العاجل استشهد الزميل طارق ايوب، وبدأ كريشان يعيط في قصف من الطيران الامريكي على احد على مكتب قناة الجزيرة في الفلوجة او في العراق، استشهد الزميل طارق ايوب، هي دي الدباجة. الراجل مذيع الجزيرة وهو بيقرأ الخبر عن الزميلة شيرين أبو عقلة، جاءنا هذا الخبر العاجل استشهدت الزميلة شيرين أبو عقلة، وهو نفس المذيع بيقرأ الخبر اللي كان من أسبوعين ثلاثة استشهد أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح. يعني إحنا تعلمناها كده والله يا جماعة، إيه بقى فكرة إن أنا علمت الآن بنبأ استشهاد المصور ملوش اسم المصور؟ انت بتتجاهل اسم المصور ليه؟ انا مش فاهم. ده الحقيقه سؤال مهم والله، يا ريت الاخ احمد الطهري يرد لنا عليه. لكن لما بحثنا نشوف طيب بعد ما الخبر ده وصل يعني احمد الطهري كان فين ولا كان بيعمل ايه، ايه اول صوره نشرت ليه بعد استشهاد مصور القاهره الاخباريه احمد فطيمه؟ فكان يعني الراجل مع مجموعه من الناس، مش عارف هل ده المؤتمر بتاع المتحده اللي كان في رفح ولا لا، لان هم خدوا بعض كده بطيران هليكوبتر وببصات وبحاجات وباعلاميين وراحوا عملوا مؤتمر هناك. اتفرجت على المؤتمر، استنيت انه يتكلم او زملاء احمد فطيمة المصور اللي في القاهرة الاخبارية يتكلموا في المؤتمر ده، يقولوا ان احنا بننعي زميلنا، يقولوا ان استشهد زميلنا احمد فطيمة المصور، لكن ما حدش اتكلم، كانوا بيضحكوا، كانوا مبسوطين، كانوا بيتكلموا عن عظمة البلد وهي عظيمة، كانوا بيتكلموا عن دور مصر اللي هو مش حاصل دلوقتي للاسف، لكن ما حدش جاب سيرة زميل ليهم استشهد. على فكرة كان شغال معاكم في نفس الشركة، كان شغال معاكم في المتحدة لو انتم مش واخدين بالكم. الضحكة والابتسامة الجميلة اللي على وجوهكم دي في زميل ليكم استشهد. يا جماعة هو في ايه؟ هو ليه الدنيا يعني الميزان فيها مختل بالشكل ده؟ دي برضو حاجة من الحاجات الغريبة شوية. نشوف كده قناة سي بي سي لما نشرت عن استشهاد احمد فطيمة كتبت ايه. استشهاد مصور من طاقم عمل القاهرة الإخبارية في غزة، قبائل سيناء لعبت دور مهم في حماية أرض الوطن وقدمنا لهم اليوم التحية على ذلك، ده عمرو الفقي. طيب تعالوا نشوف كده صياغة الخبر مرة تاني كده صحفيا
وانت بتتعلم ألف به صحافة، استشهاد مصور نكرة من طاقم عمل نكرة القاهرة الإخبارية. حط يا ابني بين مزدوجين بروز لي يا ابني القاهرة الإخبارية لأن هي الخبر. إن كانت قناة الجزيرة استشهد فيها عائلة وائل الدحدوح فالقاهرة الإخبارية استشهد فيها مصور اسمه إيه؟ لا لا، ركز في القاهرة الإخبارية يا ابني، سيبك من المصور. لو رويترز استشهد ليها المصور اللي كان في لبنان ونزلت بيان باسمه واتكلمت عنه، فإحنا القاهرة الإخبارية حطها جنب رويترز وحطها جنب الجزيرة. إحنا القاهرة الإخبارية عندنا يعني شهداء. أوكي عندك شهداء، اسمه إيه؟ اسمه إيه الشهيد؟ أنت ليه مش حاطط صورته؟ ليه مش حاطط شريطة سودة؟ ليه مش عامل عنه تقرير نعرف مين البطل ده؟ الحياة معرفش. فلذلك احنا قررنا نعمل ده النهاردة زي ما قلت لك. طيب نشوف كده اون تي في، يمكن تكون جابت اسمه واحنا مش واخدين بالنا. الكاتب الصحفي احمد الطهري بين مزدوجين، رئيس قطاع القنوات الاخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، اعلن استشهاد مصور قناة القاهرة الاخبارية بين مزدوجين المنوط بتغطية احداث غزة وتحديدا من امام مستشفى الشفاء. كتب الطهري عبر حسابه الشخصي وكتب التويتة بتاعته. نعيد تاني وتالت ورابع اهانة للزميل احمد فطيمة للمرة الثالثة، وكأن السكريبت تجاهله اسمه. يا ابني ركز لي على الطهري والقاهرة الاخبارية يا حبيبي. ما هو انت لما هتكتب ان احمد فطيمة استشهد، الناس بالتبعية هتروح تدور على الطهري والقاهرة الاخبارية. انت ليه مش فاهم ده؟ يعني انت ليه مش فاهم ان الكريدت هيجيلك والله لو انت بتدور على كريدت في وسط الدم؟ يعني فانت الكريدت هيجيلك لان الراجل شغال في مؤسستك. يبقى برضو ده يعني الف به اي حاجة في الحياة، انه طالما في حد شغال في المؤسسة حصلت له مشكلة فانت بتقول اسمه، فطبيعي جدا ان الناس هتتكلم عنه وعن المؤسسة. انت مش محتاج تبقى محدث بالشكل ده، تحط لي القاهرة الإخبارية بمزدوجين، أحمد الطهري بمزدوجين ومصور القاهرة الإخبارية. إهانة غير مفهومة الحقيقة. طيب تعالوا نشوف تعليقات الناس على تويتر على استشهاد أحمد فطيمة. أحمد حجازي بيقول لهم يا جماعة ملوش اسم، يعني جيس وات، الراجل اللي استشهد ده كان ليه اسم مش كده؟ أنتم ما قلتهوش. ألا يستحق أن يذكر اسمه؟ ده أحمد مرجان نفس القصة، أنتم مخبين اسمه على مين؟ طيب هو ما فيش صحفي تغطية بيموت بنقول عليه أحد أفراد، ده خطأ لا يغتفر، دي علا عمر. ده بنتكلمش عنهم بشكل نكرة أو مجهل. بالله عليكم ده نعي لزميل عمل في قناة محترمة؟ بالله عليكم فين اسم الشهيد وصورته؟ وفي يعني شتيمة، وربنا يرحم الشهيد ويتقبله من الشهداء. طيب ده أحمد سلم. تعالوا نتعرف مع بعض عن الخبر او الزميل احمد فطيمة ونشوف مين اللي نشر عنه بقى، مين اللي قال ان هو استشهد. وزارة الاعلام الفلسطينية، ارتقاء صحفي جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، وهو الصحفي احمد فطيمة. يبقى هنا بنقول ان في صحفي وهو احمد فطيمة، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين الشهداء الى 35، منهم 34 صحفي في غزة وصحفي لبناني ارتقى بالقرب من الحدود. العاملون في قطاع الاعلام 12 من الشهداء صحفيان مفقودان، والاجمالي 26. فهنا وزارة الاعلام الفلسطينية بتعرفنا بان الصحفي اللي استشهد هو الصحفي احمد فطيمة. نشوف صورة احمد فطيمة اللي ما نشرتهاش القاهرة الاخبارية ولا احمد الطهري لاسباب لا نعلمها، وبالتبعية لم تنشرها سي بي سي ولم تنشرها اون تي في ولم تنشرها اي قناة اخرى. ده حضراتكم الشهيد المصري. خلينا اقول الخبر بقى كما ينبغي. صورة الشهيد احمد فطيمة مصور قناة القاهرة الاخبارية الذي كان يغطي الأحداث أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة. يبقى الخبر المفروض ينزل أن قناة القاهرة الإخبارية تنعي الزميل المصور أحمد فطيمة والذي كان يغطي الأحداث أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة. ده الخبر المحذوف اللي القاهرة الإخبارية ما نشرتوش. كان المفترض أن الصورة دي تنزل وينزل اسم أحمد فطيمة بين مزدوجين مش اسم أحمد الطهري، وينزل ان هو الزميل المصور احمد فطيمة. بعدها بقى تكتب انه احد افراد اطقم القاهرة الاخبارية. دي صور احمد فطيمة يا جماعة، دي صور زميلنا الشهيد في قطاع غزة، دي الصور اللي كان المفروض تبقى موجودة على شاشة القاهرة الاخبارية لكن موجودة على شاشة مكملين، دي الصور اللي كانت المفروض تبقى موجودة في كل برامج القاهرة الاخبارية وكل برامج الشركة المتحدة لكن هي موجودة في اخر كلام هنا على شاشة مكملين.
ده زميلنا شبهنا، يمكن نكون اتقابلنا ويمكن لا، يمكن نكون مرينا على بعض في اي يعني بوست او تويتة ويمكن لا، انا عمري ما عرفته وهو يمكن عمره ما عرفني، يمكن ما كانش بيحبني، يمكن اشتبكنا اشتباك واحنا ما نعرفش، يمكن عمره ما مر عليا ولا مريت عليه، لكن ده حقه، حقه عليا وأمانة في رقبتي، والله مش مزايدة على القاهرة الإخبارية ولا أنا طالع أعمل نمر عليهم ولا طالع أقول وحشين ولا حلوين إطلاقا. حق الراجل ده اللي استشهد وهو بيعمل مهنة من أعظم المهن في العالم وهو بينقل الحقيقة وبينقل الصورة، حتى لو كانت مع القاهرة الإخبارية بكل خلافي معاها ومع الطهري ومع المتحدة، إلا إن حق أحمد فطيمة أنه يبقى يخلذ أو تخلذ ذكراه بالشكل ده. اترحموا عليه يا جماعة، ادعوا له ربنا يتقبله من الشهداء، لو ليه زوجة موجودة ربنا صبرها، لو ليه ولاد ربنا صبرهم، ربنا صبر والدته والده واخواته وكل حبايبه وكل زمايله، لانه اكيد فقدان اي حد هو امر صعب يعني. فده الزميل احمد فطيمة مصور القاهرة الاخبارية. شفت ازاي بنقول القاهرة الاخبارية في الاخر؟ شفت ان انت لما بتذكر اسمه وبتحط صورته ده لا يعني ان احنا هنهملك او هنتجاهلك، هنتكلم عنك والله، ومش بعيد كنا اتصلنا بيك تيجي تعمل مداخلة وتقول رأيك وتعلق على استشهاد زميلنا أحمد فطيمة مصور القاهرة الإخبارية. تعالوا نشوف آخر فيديو التقطه أحمد فطيمة قبل استشهاده بساعات، نتابع. هذا سلام، فلم السلام؟ يوم جنازة عائلة وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة أحمد فطيمة كان موجود وكان بيغطي هناك جنازة زوجة وأبناء وائل الدحدوح، نتابع. افتكروا يا جماعة أحمد فطيمة محدش ينساه أبدا. أنا مش هعرض فيديوهات لقنوات أخرى وقارن ما بين المذيعين بيعيطوا إزاي هناك على زمايلهم، لأنه في فيديو مذيع في القاهرة الإخبارية أنا شفته كان مستضيف واحدة من فلسطين ويعني نقل الخبر أو أعلن أو أذاع الخبر بتاع استشهاد أحمد من غير ما يقول اسمه برضه، وكان بيبكي وكان متأثر جدا، وأنا مش هتكلم في تمثيل أو لا، يعني هو يمكن يكون يعرفه بشكل شخصي وكان بيعيط بجد، مش دي القضية عندي خالص، بس القضية انه حتى في الفيديو ده زميلنا المذيع اللي كان بيقول الخبر ما قالش اسم احمد. ليه؟ السؤال ده موجه لاحمد الطهري الحقيقة، وموجه للمتحدة، وموجه لكل القنوات. احمد فطيمة ليه ما قلتوش اسمه وليه ما حطتوش صورته؟ مرة تانية يا ريت نطلع الصورة قدام الناس بالكامل عشان نختم الفقرة دي. الراجل ده نعرضها، احمد فطيمة مصور قناة القاهرة الاخبارية وأحد أفراد طواقمها في قطاع غزة، استشهد منذ أيام أثناء تغطيته والقيام بواجبه الصحفي والمهني أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة. ترحموا على الزميل أحمد فطيمة وادعوا لأهله بالصبر والسلوان والثبات، وادعوا لزملائه أيضا في القاهرة الإخبارية وغيرها ربنا صبرهم. أكيد فراق حد عزيز عليك أو كان زميلك أمر صعب. ده نموذج للاحتلال الإسرائيلي بيعمله، ده بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في استهداف الصحفيين والمصورين أمثال أحمد فطيمة، ربنا يرحمه ويتقبله من الشهداء. طيب، في كلام عن وساطة وتبادل للأسرة وإنه يمكن حماس تطلع الأسرة اللي عندها وإسرائيل يطلعوا الأسرة الفلسطينيين، في كلام متبادل إنه في حاجات زي كده بتتم. مصر فين؟ الحقيقة مش عارفين. ابحث مع آخر كلام عن مصر. عملنا القصة دي الأسبوع اللي فات عن السعودية، في الفقرة دي بنحاول ندور على مصر في وسط كل الأحداث اللي حصلها. تعالوا نشوف الخبر ده
اللي بيتكلم عن تصريحات الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نقلا عن وكالة الأناضول. إسرائيل تماطل في ملف تبادل الأسرى. أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قال إن إسرائيل بتماطل في ملف تبادل الأسرى، واتكلم في كلمة مصورة تبعتها وكالة الأناضول إنه بدل الوسطاء القطريون، ونحط حول الوسطاء القطريون هنا 18,000 خط طوال الأسبوع الماضي جهدا للإفراج عن محتجز العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ 11 من نوفمبر الثاني الجاري من النساء والأطفال لدى العدو. النقطة دي مهمة قوي يا جماعة، مهمة قوي ان احنا نتكلم على فكرة المحتجزين من النساء والأطفال، على فكرة استهداف النساء والأطفال، على فكرة ان انت يبقى معاك رهاين من النساء والأطفال. اسرائيل معتقلة، ابو عبيدة بيقول عندنا كذا، هيحصل تبادل. هو بأمانة كده الأصل انه ما بقاش فيه محتجزين من النساء والأطفال أصلا. الأصل في الدين الإسلامي، في الدين المسيحي، في الدين اليهودي، في كل الأديان، في كل الأعراف، في كل القوانين، في كل الدنيا، في كل البشرية، أنه لا استهداف لا للمدنيين ولا للنساء ولا للأطفال. وبالتالي ما ينفعش توصل لمرحلة أنه في أسرى من النساء والأطفال، وبالتالي ده أمر مدان في كل حتة وفي كل منطق. ولذلك الوساطة القطرية هنا، والمفترض يكون في وساطة مصرية كمان ووساطة من كل الدنيا، هو شيء مهم جدا عشان نخلص من هذا الاشتباك انه في أسرى من النساء والأطفال ومحتجزين هنا وهناك واستهداف هنا وهناك. فده موقف لازم يكون واضح جدا، انا بوضحه هنا هو. وهنا كمان الكلام امبارح كان عن القصة دي، الناس كلها كانت بتتفاعل في قصة انه يا جماعة ما خلاص ما عايزين نخلص الصفقة دي عشان المحتجزين من المدنيين والنساء والأطفال دول يخرجوا، خلاص كل واحد يرجع بيته وتنتهي القصة دي. بعد كلام أبو عبيدة الناطق باسم القسام، وبعد الكلام عن الوساطة القطرية، تقريبا الخارجية المصرية بدأت تنشر بعض البيانات. خلينا كده نتوقف شوية عند بيان الخارجية المصرية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال: نعيد التأكيد على أن معبر رفح مفتوح، ومن يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي. نفس الدباجة المصرية من أول يوم. السفير أبو زيد قال: لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني. أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن معبر رفح مفتوح، لم يتم إغلاقه على الإطلاق، وأن من يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي من خلال إجراءات وشروط معيقة ومبررات واهية. السفير أعرب عن الاستنكار الشديد. خلي بالك بقى عشان النقطة دي مهمة قوي. متحدث باسم الخارجية زعلان وبيستنكر وبيدين كل الادعاءات اللي بيتم الترويج لها بخلاف ذلك، معربا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقال انه من يروج او يدعي بغلق المعبر عليه الرجوع الى البيانات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة مسؤول الاغاثة الدولية اللي قاموا بزيارة المعبر، واكدوا ان الجانب المصري قام بكل الاجراءات اللي بتكفل دخول المساعدات، لكن اسرائيل الحقيقة هي اللي معطلة الموضوع. هنا وزير الخارجية او المتحدث باسم الخارجية بيحاول يرسخ بعض المفاهيم، اللي هو ايه؟ احنا مش مقصرين، احنا عملنا اللي علينا. دي السردية اللي بيحاولوا يروجوها من اليوم الاول. يا جماعة ما حدش يطلب مننا حاجة، المعبر مفتوح، بس اسرائيل اللي مش عايز. يا ابني ما انت عندك سيادة على المعبر حبيبي، ما هو اتفاقية فيلادلفيا حصلت في 2005 واتفاقية المعابر بعدها، فانت جاي تقول لي النهاردة ما حدش يزايد عليا اصلا ما اقدرش. طب ما هو مبارك قدر بعد اتفاقية فيلادلفيا وبعد اتفاقية المعابر، فتح المعبر في 2008 بمزاجه بقراره بسيادته هو. ما محمد مرسي قدر في 2012 فتح المعبر بمزاجه وبقراره وبسيادته هو. انت مش قادر تفتح المعبر ليه؟ هتقول لي وبعدين يا اسامه ما البيان واضح اهو، المعبر مفتوح. يا اخي المعبر مش مفتوح، ولو مفتوح فهو معطل، ولو معطل فانت السبب لانك مش قادر تاخد قرار سيادي. وده بيرجعنا للنقطه صفر او ما تحت الصفر، اللي هو فين الدور المصري يا جماعه؟ احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ طيب بالحديث عن الدور المصري الحقيقة في شوية شواهد غريبة جدا. ايه؟ الجماعة في العالم لما بيحبوا يتكلموا عن دخول المساعدات او معبر رفح او اي حاجة ما بيروحوش لإسرائيل. يعني ايه؟ يعني
يعني بيروحوا لمصر ليه؟ مش اسرائيل اللي منعها؟ لا ما احنا مش مصدقينك اصلا. ازاي يعني مش مصدقين؟ تعال اقول لك كذا مثال. السفارة المصرية في الأردن تسلمت بيانا لفتح معبر رفح دون شروط وقعه مئات الشخصيات العالمية. ده خبر تسلمت اليوم صباحا سفارة جمهورية مصر العربية في عمان بيانا موجها لجمهورية مصر العربية. نركز مع بعض بس شوية كده في الكلمات. المفروض البيان لو الجماعة دول مصدقين المتحدث باسم الخارجية ومصدقين السيسي وسامح شكري، يبقى البيان ده يتوجه لمين؟ للخارجية الإسرائيلية، لبنيامين نتنياهو، مش كده؟ لكن هم مش مصدقين الكلام ده. هم مصدقين ان انت صاحب الدور، انت صاحب القرار. ولذلك نكمل الخبر، ممثلة بسعادة السفير محمد سمير مرزوق، ويأتي هذا البيان كجزء من تحرك عالمي لفتح المعبر بشكل دائم ومباشر دون شرط او تدخل اسرائيلي او امريكي او اوروبي، بما يسمح بدخول المساعدات والمش عارف ايه وخروج المرضى وكذا. يعني الناس مؤملة في مصر، يعني الناس مش بتزايد على مصر. يا سيادة السفير، يا سيادة السفير، قدرنا ان احنا كبار، قدرنا ان احنا جيران غزة، قدرنا ان احنا من الرعاة الرسميين للقضية الفلسطينية تاريخيا ودينيا واسلاميا وجغرافيا وكل حاجة. هو ده قدرنا. انا اسف جدا ان انتوا نظام قزم. اقدار مصر التاريخية مش متناسبة مع تقزيمكم ليها. انا متأسف، متأسف جدا ان الحرب دي حصلت في ظل نظام منبطح قزم زي عبد الفتاح السيسي. بعتذر لكم والله يا جماعة، احنا اسفين. كان المفترض المنطقة كلها تمشي بنفس الطريقة، تبقى ماشية على وتيرة، على تون معينة كده، يعني موازية او ملائمة او موائمة لحالة التقزم اللي السيسي حاطط مصر فيها. لكن الاقدار بتحصل انه خلاص المنطقة كلها دلوقتي بتنادي على مصر وبتقول لمصر لازم تتدخلي. طيب، في مجموعة احزاب مدافعات عن حقوق الانسان، مجلس نقابة الاطباء، الف من الساسة والنقابين والاطباء وقادة مجتمع مدني، الناس في الاردن بيقولوا لمصر يا جماعة لو سمحتوا اتحركوا، لو سمحتوا اعملوا حاجة. كمان كان في مجموعة من، خلينا نشوف مجموعة صور كده لتسليم التوقيعات للسفارة المصرية، رايحين بيسلموا لهم هذه التوقيعات. الناس عايزة مصر يبقى لها دور اكتر. لكن الحقيقة كان في لقطة تانية عفوا غريبة شوية، بتقول ان وجهة نظر الناس او رؤية الناس للنظام المصري او للدولة المصرية لازالت كبيرة، لازال الناس مؤملين. هتقولي ازاي يعني؟ خلاص نسيبنا من الاردن ونروح كده لندن. امبارح بالليل حصلت حاجة غريبة جدا يا اخي. متظاهرين راحوا امام السفارة المصرية في لندن عشان يطالبوا بدور مصري اكبر وبفتح معبر رفح. نتابع. واخد بالك ان دول بيهتفوا بالانجليزي وغالبيتهم انجليز، صح؟ واخد بالك ان هم رايحين بيهتفوا لك افتح الحدود دلوقتي واعمل وقف اطلاق نار. فهيطلع لي احمد موسى هناك ولا نعقة الدين يقول لك مالهم ومال مصر، اللي عايز يحارب اتفضل. يا ابني هم مش بيتكلموا، هم مش جايين يزايدوا عليك. يا جماعة الخير في مصر، يا سيادة اللواء عباس كامل، افهموا الضغوط اللي على مصر ومناشدة مصر مش مزايدة عليكو. الناس مؤملة في مصر لان ده قدرها. مصر كبيرة، المفترض تعمل ده. افهموا، افهموا ان انتوا بتحكموا بلد اسمها مصر. افهم انت وعبد الفتاح السيسي ان انتوا بتحكموا بلد كبيرة، الناس في العالم بيبصولها انها بلد في القضية الفلسطينية المفترض تكون رقم واحد، واول حاجة هو فتح المعبر بقرارك انت. ما تقوليش مستني اذن اسرائيل، كفاية قلة قيمة، كفاية قلة قيمة. الناس بتضحك عليكم، الناس رايحة لك قدام السفارة المصرية عشان تقول لك اوقفوا اطلاق النار وافتحوا المعابر فورا. نشوف كمان دعوة لتظاهر امام القنصلية المصرية في اسطنبول التركية. نشوف مع بعض الصورة دي للناس اللي بتدعو للذهاب امام القنصلية المصرية 14 نوفمبر الساعة 10 بالليل بتوقيت اسطنبول عشان يفتحوا المعبر رفح سينر كابيسي أتشلسن، يعني تقريبا معبر رفح الحدودي افتحوه او فتح معبر رفح الحدودي.
فانت بتتكلم عن فتح المعبر كمان في ضغوطات من تركيا. وده الحقيقة بيوصلنا لدور مصر. ايه دور مصر يا جماعة المأمول؟ الناس عايزة ايه من مصر في الفترة دي؟ يمكن عبد الفتاح السيسي تايه ما هوش عارف. تعالوا مع بعض كده نشوف ما هو الدور المصري المأمول في هذه الفترة تجاه قطاع غزة. والله الزملاء يعني مرقيينه، ملبسينه كوفية فلسطيني، حاجة يعني بصراحة جميلة جدا جدا. طيب، المفترض ان احنا نتخذ موقف سياسي حاد من الاحتلال يتوافق مع حجم مجازره في غزة. عبد الفتاح السيسي اعلن ذلك في القمة العربية في خطاب ناري، لكن احنا مستنيين تنفيذ الكلام ده. فتح معبر رفح بشكل دائم وسلس وعدم الخضوع لاملاءات الاحتلال. ما تقوليش المعبر مفتوح لان العالم كله شايف ان انت مش قادر تمارس سيادتك الوطنية على هذا المعبر. قيادة دور الوساطة بين الفصائل والاحتلال في اي صفقات او اتفاقات، وده الحقيقة قطر واخد الدور ده منك يا عبد الفتاح وبتعمله، وابو عبيدة بيتكلم عن ده وانت مش موجود في الصورة. السماح بالمظاهرات لممارسة الضغوط الشعبية في الشارع المصري، بطل اعتقالات في الناس وسيب الشعب المصري ينزل الشوارع. يا سيدي حتى لو هتفوا ضدك ما تقلقش، يعني مش هيحصل حاجة، بس الناس محتاجة تعبر، الناس محتاجة تبين دعمها لأشقائنا في فلسطين. ادخال الوقود بشكل يومي وكاف لقطاع غزة من أجل المستشفيات، بدل ما الأطفال بيموتوا في الحضانات وانت قاعد ما بتعملش حاجة، لازم تتحرك ولازم تدخل المساعدات وتحديدا الوقود. ادخال المواد الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى وسط نفاذ الأساسيات، استقبال مئات الجرحى يوميا خاصة الأطفال منهم والحالات الحرجة. أنا بكلمك عن أدنى حاجة مصر المفروض تعملها. طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري كخطوة مبدئية، طبعا ده من الخيال، السيسي ممثل إسرائيل في مصر مستحيل يعمل ده. تعطيل الاتفاقيات التاريخية مع الاحتلال لحين رفع العدوان عن غزة أو حتى التلويح بها، وبرضه ده خيال لأن السيسي ممثل إسرائيل في مصر. القيام بجولة خارجية لإيصال جرائم الاحتلال وفتح مخطط التهجير، ده السيسي بيعمله على أكمل وجه مع الناس اللي بتجيله. ده الدور المصري المأمول اللي احنا نتمنى نشوف السيسي بيتحرك فيه، لكن أعتقد أنه صعب جدا. بعد الفاصل هنتكلم عن تفاصيل الهدنة الإنسانية. نيويورك تايمز تكشف تقرير، في تقرير خطير، تفاصيل الهدنة الإنسانية القادمة، تابعونا. نروح لصفقة الهدنة الإنسانية والتوصل لصفقة الرهائن. واشنطن بوست، أنا آسف قلت قبل الفاصل أنها نيويورك تايمز. نشوف مع بعض كده الواشنطن بوست قالت إيه عن هذه الصفقة، نشرت تفاصيل مهمة الحقيقة عنها وتفاصيل كتيرة عنها في الساعات القليلة الماضية. بتقول الصفقة أن إسرائيل وحماس بتقترب من التوصل إلى صفقة رهائن من شأنها إطلاق سراح معظم النساء والأطفال. لو الصورة معنا من الجريدة نعرضها لو سمحتوا، اللي تم اختطافهم في 7 أكتوبر وفقا خلاص نعرض التفاصيل مرة واحدة نقراها مع الجمهور، حتى التفاصيل مش موجودة معنا. طيب شوف يا سيدي، هو بيقول ان في مسؤول اسرائيلي قال الخطوط العامة للصفقة متفق عليها ومفهومة. الاتفاق المبدئي بيدعو لاطلاق سراح النساء والاطفال الاسرائيليين بالتزامن مع اطلاق سراح النساء والاطفال الفلسطينيين من السجون. اسرائيل عايزة تطلق سراح جميع النساء والاطفال البالغ عددهم 100. وفق مسؤول عربي بيوجد اكثر من 120 اسير فلسطيني من الاطفال والنساء. هيكون التزامن الصفقة دي مع وقف لاطلاق النار. الصفقة بتتضمن وقف مؤقت لمدة 5 أيام، من المرجح أن يكون العدد الأولي أقل بحدود من 50 لـ70 شخص. حماس أشارت أنها مستعدة تفرج عن 70 امرأة وطفل، ومش معلوم العدد اللي هتطلق إسرائيل سراحه من الفلسطينيين. والكلام أنه المفاوضات بتجري مع حماس بشكل غير مباشر عن طريق وسط. خليني أنقل هذه الصفقة وهذه التفاصيل إلى ضيفي عبر سكايب، عبد الرحمن يوسف الكاتب والصحفي المصري. عبد الرحمن اهلا بك. اهلا وسهلا دكتور اسامه، اهلا بالساده المشاهدين. هل في تفاصيل اخرى يعني كشفت عنها الواشنطن بوست في هذا التقرير؟ يعني في حقيقه الامر انا ظني انه لا يوجد كشف في هذا الامر، لان السيناريوهات الاربعه محدده، وظن الشخصي ان ادق ما قيل هو ما قاله المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيده امس، وحتى الان لا يوجد تاكيدات من مسؤولين اسرائيليين بان هذا سيتم، بمعنى انني برايي ان
الجانب الإسرائيلي يحاول، الجانب الإسرائيلي هنا ممثل في نتنياهو تحديدا والمجموعة إدارة الحرب وتحديدا نتنياهو، لأن نتنياهو يحاول أن يسجل نصرا، ونتنياهو شخصيا جميع تصريحاته وسلوكياته يعني تذهب إلى 2 من 4 سيناريوهات مطروحة على المائدة. هو يرغب إما في تحرير أي نوع من أنواع الأسرى عبر القوة، أو استخدام بروتوكول هانيبال بمعنى التخلص من الأسرى خلال القصف، ويحسبوا يعني أضرار بشرية من الجانب الإسرائيلي فداء لإسرائيل أو تحميل مسؤوليتهم لحماس. ومن ثم أنا ظني الشخصي أن إسرائيل يعني تحاول أن تكسب وقتا، ورسم أن أبو عبيدة قال أمس أن بالفعل كان هناك طرح لخمسين، لفكرة الخمسين إلى 70، وقال الرقم يرتفع إلى 70 إذا كانت الهدنة أطول، لأن هناك أشخاص لدى فصائل أخرى ويجب أن يتم تجميع هؤلاء لإمكان إخراجهم. وحتى الآن الجانب الإسرائيلي يماطل. هذه المماطلات تجعلنا نذهب إلى أن ما هو مطروح على المائدة هو ربما يكون محاولة كسب وقت من الجانب الإسرائيلي، خاصة أننا رأيناه يذهب إلى الحرب الإعلامية النفسية بمحاولة تصوير بعض الملصقات العادية، أو محاولة تصوير محركات مصاعد على أنها عادية، على أنها نوع من أنواع الأنفاق، أو على أنها نوع من أنواع استخدام المستشفيات كدروع بشرية. ومن ثم هو يحاول أن يرسخ لفكرة أنه يتقدم وأنه ينتصر، وأنه لا داعي للذهاب إلى صفقة تظهر حماس بمذهب المنتصر. ومن ثم حتى الآن الأعلى في يعني بورصة التكهنات الخاصة بالصفقة هو الرقم الذي أشير إليه أمس وأشير إليه في الواشنطن بوست، هو لا يختلف عن رقم أمس، رقم من 50 إلى 70 من النساء والأطفال، في مقابل كل الأسرى من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية. لكن حتى الآن الجانب الإسرائيلي لم يؤكد هذا الأمر، حتى الآن هذا كلام على لسان مسؤولين أمريكيين، قيل هذا في CNN، وفي CNN قيل على لسان أحد كبار المسؤولين أنه حتى الآن لا يوجد نوع من أنواع اليقين، يعني حتى الأمريكيون الذين هم منخرطون بطبيعة الحال في الصفقة بحكم أن هناك رعاية أجانب أو هناك أشخاص من المحتجزين يحملون جنسيات أجنبية، سواء أجنبية خالصة أو أجنبية بجانب الجنسية الإسرائيلية، منخرطين في هذا الأمر بشكل جدي وليس فقط كمفاوض عن الإسرائيليين. حتى هؤلاء ليس لديهم يقين، ولا سيما أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يكون هناك الأولوية لإخراج ذوي الجنسيات الإسرائيلية، ولكن بالطبع هذا لن يقبل من حلفائها، ومن ثم قد يضطروا إلى إخراج الأجانب، أو يكون الذين يتم إخراجهم هم من الأجانب. وهذا الأمر سيعقد موقف نتنياهو أمام الداخل الإسرائيلي الذي وصلت المظاهرات فيه إلى بيت نتنياهو وإلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتتعاظم وتكبر حجم هذه المظاهرات يوما أو بعد يوم. ومن ثم في تعقيدات التفاصيل هناك نوعية من يخرج وأولوية الجنسيات في الخروج، فضلا عن أنه كما حضرتك أشرت أنه حتى الآن لا يوجد تأكيد إلى أن الجانب الإسرائيلي لن يترك بضع من النساء والأطفال كورقة مفاوضة، لأن حماس لا تقبل إلا بخروج كل الأطفال وكل النساء مقابل هذه الدفعة من 50 إلى 70. وحتى كما أشرت 70 هو رقم مرهون بإطالة مدة الهدنة الخاصة بوقت. طيب، وهناك سؤال عبد الرحمن، لو هو استطاع الوسيط الأمريكي أو القطري أو أيا كان، قبلت إسرائيل وقبلت حماس بفكرة هدنة 5 أيام وخروج عدد ليس بالقليل من المحتجزين من النساء والأطفال من كلا الجانبين، طب هو لماذا ستعود الحرب بعد 5 أيام؟ يعني إن كان هناك طرف يستطيع أن يوقف إطلاق النار ويقنع الطرفين بالإفراج عن المدنيين هنا وهناك، طيب فليفرج الطرفين عن جميع المدنيين ولتكن يعني وقف إطلاق النار وليست هدنة ل5 أيام. ببساطة شديدة، لأن للأسف الأطراف المشاركة في المفاوضات هي بالطبع ترغب أن تحقق انتصارا سياسيا فضلا عن أنها تخرج رعاياها، لكن الجميع، وهنا أقول للأسف الجميع حتى من الجانب العربي، يريد القضاء على حماس. ومن ثم
هم يضغطون لوقف إطلاق النار من أجل تسجيل انتصارات سياسية ودبلوماسية. تظهر كل طرف بأنه طرف قوي استطاع إقناع المقاومة أو استطاع إقناع إسرائيل بهذه الهدنة التي أنقذت أرواح الأبرياء وأرواح النساء وأرواح الأطفال، وأن هذا هو الأهم في المسألة. لكن في الغرف المغلقة رأينا هذا في مخرجات القمة العربية، يعني إذا كان هناك حقا هناك رغبة في دعم غزة إنسانيا وما إلى ذلك، كان سيكون هناك ضغط حتى من غير مسألة إطلاق الرهائن والأطفال. لأننا حينما رأينا حتى المتحدث باسم الأمم المتحدة حينما يتحدث حتى في لقاءاته التلفزيونية، على الرغم من إدانته لحماس ومطالبة بالإفراج عن الأسرى والجميع، إلا أنه لم يرهن مسألة المساعدات الإنسانية وإنهاء قصف المستشفيات وما إلى ذلك بأي صفقات. كان هذا أمر بمعزل تماما عن هذه الصفقات، لأن هذا أمر إنساني لا يتعلق بمسألة الأسرى. هي حماس فقط تستخدم هذه الورقة للتخفيف من معاناة السكان ولزيادة إدخال المساعدات كورقة إضافية، لكن نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في هدنة لإخراج رعاياها أولا، ثم بعض المدنيين، ثم ستعاود إعطاء الضوء الأخضر أو الغطاء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل لتقوم ما تقوم به. ولا سيما أننا نعلم جميعا أن جزء من هذه المعركة يعني كان عبارة عن ضربة قاضية للمشروع الاقتصادي الذي هو هندي خليجي، ولا سيما سعودي إماراتي إسرائيلي برعاية أمريكية، كبديل أو كمواجه لطريق الصين وكمقود لأهمية قناة السويس، إلا أن هذا الطريق ينتهي بغزة بحريا. ومن ثم حينما قامت حماس بكل هذا الأمر توقفت كل هذه المشاريع، والجميع يريد أن يعاود إلى إتمام هذه المشاريع. ومن ثم مسألة الهدنة هي ليست مسألة إنسانية للجانب العربي ولا لجانب كثير من الدول العربية ولا الجانب الأمريكي، هي فقط لإنقاذ الرعاية لتسجيل نصر دبلوماسي أو إنقاذ موقف، سواء رقبة نتنياهو سياسيا أو إطالة أمد رقبته سياسيا، وإنقاذ بايدن الذي يتهاوى ويترنح داخليا، ولا سيما مع الأخبار الواردة بوجود مذكرة من 1000 موظف من وكالة المساعدة الأمريكية ومذكرة من 400 موظف داخل وزارة الخارجية وعدد من الوزارات أو الهيئات التابعة للعمل الدبلوماسي الأمريكي، بما في حتى وزارة يعني حتى بعض الموظفين المنتسبين إلى وزارات أخرى كالعدل أو الـ FBI أو ما إلى ذلك، جميعهم يتحدثون عن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات على الرغم من إدانتهم حماس كمقدمة لأي فعل مطالب لإدخال المساعدات أو وقف القصف الفوري لإطلاق النيران أو القصف على المستشفيات أو ما إلى ذلك، كمطالبة إنسانية تحاول يعني أن توقف المهزلة الموجودة. ولا سيما أن كثير من يعملون موظفين في الولايات المتحدة الأمريكية هم من أصول عربية ولهم عائلات تضغط عليهم من أجل الاستقالة وما إلى ذلك. ودعني أقول لك، وهذه ليست مبالغة، هي حتى الآن ليست ظاهرة تكتب في الإعلام، ولكن من خلال رصد الكثير من الأسر العربية، أنا أعلم أسر عربية لها استقرار هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، بعضهم لديه الجنسية أو بعضهم في وصلهم سنة أو سنتين سيحصل على الجنسية، يفكرون جديا ويبحثون في خطط حقيقية لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا إشارة إلى تساعد الانقسام الداخلي. ورأينا مظاهرات موجودة ستكون موجودة مناهضة لإسرائيل، بدأت بعضها في بعض الأماكن، وبعضها يتحرش بالجيران العرب أو يشتمهم أو يشتم المسلمين علانية في فيديوهات أصبحت الآن موجودة على الإنترنت. هذا كله يضع ضغوطا حقيقية تجعل من إدارة بايدن راغبة في تسجيل أي انتصار دبلوماسي أو أي نوع من أنواع الميك اب السياسي عبر أننا ضغطنا لوقف الهدنة وأنقذنا أرواح مدنيين، مجرد سردية تطيل أمد بقاؤه بعيدا عن حالة الغضب القصوى التي ربما ستطيح به هو وفريقه في الانتخابات القادمة. لا نعلم حتى الآن إلى صالح من، ولكن هذا إجابة على سؤالك بأن المسألة هي مسألة محاولة كسب وقت لهم، لأنه حتى الآن مسألة إطالة الأمد على الرغم من للأسف التكلفة الإنسانية الكبيرة في غزة، إلا أنها أثبتت أن المقاومة حتى الآن هي التي موجودة. سؤال آخر عن الوساطة عبد الرحمن، يعني من يلعب دور الوساطة هنا؟ هي قطر فقط؟ يعني هل مصر موجودة على طاولة المفاوضات أو الوساطة بين إسرائيل وحماس؟ نعم، مصر موجودة ولكنها ليست الطرف المباشر في النقاش، يعني مصر طرف تنفيذي ولكن وليس طرف
وليس طرف مباشر في الإقناع، الذي يقوم بالوساطة أو الطرف الذي يثق فيه الجانب الأمريكي تحديدا في الوساطة. قطر ليست طرف وحيدا في الوساطة، قطر ليست طرف وثيقا من جانب الإسرائيلي، بالعكس قطر دائما متهمة في الإعلام الإسرائيلي بأنها ما بين قوسين ممولة لحماس، حيث أنها هي من تقوم بمسألة إعمار غزة، فهم يعتبرون أن هذا نوع مساعدة لحماس. طبعا كلام فارغ، لكن أنا أقول لك يعني الموقف الموجود. لكن الطرف الوثيق بالنسبة للأمريكيون، ولا سيما أنهم جربوهم في المسألة الإيرانية وجربوهم في المسألة الأفغانية، هم الطرف القطري، ولا سيما أنه الطرف الأكثر قدرة على الترويج الإعلامي، ولديه يعني رسالة إعلامية أو خط إعلامي واضح، بعكس الإعلام المصري الذي بدأ في البداية مع وكأنه مع الهجوم في 7 أكتوبر، ثم الآن ينقلب على حماس ويتهمها مرة بالعمالة لإسرائيل ومرة بتضييع الفلسطينيين وأشياء من هذا القبيل. ومن ثم هناك يعني نوع من أنواع عدم الوفاق الآن، أو الرماد تحت النار، ما بين حماس والنظام المصري، ولا سيما أنهم وجدوا أن النظام المصري لا يضغط بقوته أو يلعب بأوراقه الكبيرة من أجل إنقاذ أهل غزة. ومن ثم أصبحت الوساطة بشكل رئيسي هي وساطة قطرية، لكن مصر جهة تنفيذية بحكم أن من سيخرج من المعبر، من يخرج من الأجانب في الغالب سيخرج من الجانب المصري، ورأينا أنه حينما سمح بفتح المعبر خرج الأجانب أو الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية، خرجوا من معبر رفح. ومن ثم مصر ما زالت لها بالطبع كدولة أو كموقع جغرافي لها وزن على مستوى التنفيذ، لكن على مستوى الإقناع ومستوى الصياغ مستوى الصياغات في يعني وضع هذه الهدنة على الطاولة أو وضعها موقع التنفيذ، حتى الآن هي مسألة قطرية حمساوية أمريكية إسرائيلية. ومصر بالطبع تعلم بالمسألة لأنها ستكون شريك تنفيذي، لكن لا يبدو أن لها الآن كلمة مسموعة لدى حماس، أو يبدو أن حماس لا تثق بأن مصر في هذه الحالة ستكون وسيطا ما بين قوسين نزيها 100% اتجاه أسرارها أو اتجاه وضعها الحالي، ولا سيما أن مصر لم تلعب الأدوار التي كان عليها أن تلعبها في هذه الحرب مقارنة بما جرى في عام 2021. شكرك، شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر سكايب. من أسبوع كنا بنقول فين المملكة العربية السعودية، وهل السعودية دورها كفاية ولا لا؟ النهاردة الحقيقة الموضوع بيتحول رويدا رويدا للسعودية بتحارب غزة. السعودية مش بس بتخذل غزة أو الفلسطينيين أو بتعمل شو ولقطة لعلاقة بالحملة الشعبية للتبرعات اللي أطلقها الملك سلمان وابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن لا، احنا بنوصل لمرحلة الحرب على اي حاجة ليها علاقة في بغزة او بفلسطين داخل المملكة العربية السعودية. ايه الحكاية؟ الحقيقة يا جماعة ان السعودية بتحارب غزة باتت حقيقة واقعة في الايام القليلة الماضية. تعال نشوف ايه الشواهد على ده. السعودية الحقيقة قبضت على الداعية التركي مصطفى إيفا من الحرم، وفقا لفيديو نشره هو ونشرته عدد من المنصات التركية. السبب انه كان بيتكلم عن غزة وفلسطين. المملكة العربية السعودية اوقفت معتمر جزائري في المسجد النبوي، السبب انه كان بيصور فيديو بيدعي فيه لاهل فلسطين. منعوا الشال الفلسطيني في الحرم، منعوا رفع علم فلسطين في المملكة العربية السعودية. السوديس كان بيتكلم في كلمة طويلة جدا، فبيقول ان حرب غزة فتنة وان احنا لازم نتبع ولي الامر. وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اعلن استمرار مسار التطبيع زي ما هو ومفيش اي حاجة هتوقفه. خالد الفالح برضو وزير الاستثمار قال انه لا يمكن التلويح بقطع النفط بسبب غزة، واقامة موسم الرياض والاحتفالات والمهرجانات بالتزامن مع قصف غزة. عندي تعليق الحقيقة على الحاجات دي، لكن خلينا كده نمشي واحدة واحدة ونشوف ايه موضوع المؤتمر التركي ده وايه موضوع المؤتمر الجزائري، نتابع في هذا الفيديو.
Gazze ve Filistin kelimesini söylediğimiz için göz altındayız. Video bu kadar. عندي مفاجأة على الفيديو ده. لما دخلت عملت سيرش كده مع فريق الإعداد قبل الحلقة بعد ما شفنا الفيديو اللي قالب الدنيا في تركيا، فلقيت يعني بعض المواقع السعودية منها موقع اسمه السعودية نيوز ناشر انه الراجل ده مفبرك الفيديو ده. مفبركه ازاي؟ قالك ان الراجل ده تحلل من الإحرام يوم 24 اكتوبر، رجع اسطنبول 27 اكتوبر، عمل المشهد التمثيلي، يا ريت نطلعه على الشاشة تاني من غير صوت، عمل المشهد التمثيلي اللي قدام حضراتكم ده في اسطنبول ومثل انه مقبوض عليه. هو دلوقتي مش في الحرم ولا حاجة ولا في الشرطة السعودية، هو دلوقتي قاعد في اسطنبول لابس اللبس الاحرام وبيصور نفسه بيمثل انه في مكة وانه مقبوض عليه. ده موقع السعودية نيوز اللي قال الكلام ده، وقال انه تحققنا من القصة وان الفيديو ده مفبرك وما حصلش اصلا في السعودية، لا اوقفنا حد تركي ولا قربنا منه، والراجل ده تحلل من الاحرام في 24 اكتوبر ورجع اسطنبول 27 وصور الفيديو ده. الحقيقة موضوع غريب. تركي الشلهوب المغرد السعودي المعارض نشر على تويتر تغريدة عن الموضوع ده، نتابع ما كتبه فيها. محاكم التفتيش السعودية اعتقلت المعتمر التركي الشيخ التركي مصطفى إفا أثناء أدائه مناسك العمرة لأنه دعا لغزة وفلسطين. قبل أيام اعتقلوا معتمرا جزائريا في مدينة رسول الله لذات السبب، هل رأيتم كذا كذا كذا، وبيتكلم على محمد بن سلمان. موقع الاستقلال أيضا نشر عن الموضوع وقال السلطات السعودية تخلي سبيل الشيخ التركي مصطفى إفا بعد اعتقاله أثناء أداء العمرة بتهمة استخدام كلمتي فلسطين وغزة في الدعاء. أمر غريب جدا يا جماعة، يعني الناس رايحة الحرم المكي، الناس رايحة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يدعو لمين مثلا؟ لمحمد بن سلمان؟ يعني انت بجد متخيل معايا اللي رايح طالع يعمل عمرة ده جاي يدعي لمين؟ لعبد الفتاح السيسي؟ يعني انت متخيل واحد واقف قدام الكعبة وبيرفع ايده وقطع الطريق ده كله وجاي واقف في الحرم عشان قدام الكعبة في اقدس بقعة من بقاع الارض وهيدعي ربنا، هيقوله مثلا اللهم وفق عبدك عبد الفتاح السيسي، ما هو اكيد هيدعي عليه، يعني اللهم خذ عبدك فلان، اللهم ارنا فيه ايات وايات، اللهم سلط عليه، يعني عارف انت فاهم؟ ما هو الدعاء على الظالمين في هذه البقعة يعني مستحب الحقيقة، انا مش بفتي ولا حاجة، بس انا بتخيل يعني انا لو رحت الكعبة هل هدعي لمحمد بن سلمان؟ هل هدعي لقيس سعيد؟ هدعي لعبد الفتاح السيسي؟ ما هو اكيد لا يا جماعة، ما هو اكيد انت هتختار يعني اسوأ بني ادمين في يعني مخيلتك وهتدعي عليهم في المكان ده، مش هتدعي لهم. والله السديس واقف يعيط في المايك ويقول لك دعاء ولي الامر، انت هتدعي على السديس كمان؟ فانا مش فاهم الحقيقة، يعني فكرة ان انت ماشي في الحرم بلبس الاحرام وبتدعي لغزة وفلسطين، يا عم انت ما دعيتش على حد لسه، قلت لا خذوا ولا ما قلتش حاجة، قلت اللهم انصر اهلنا في قطاع غزة، اللهم انصر اهلنا في فلسطين، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم، اوكي تمام. فين المشكلة هنا؟ ليه محمد بن سلمان واخد الموضوع على صدره؟ ليه زعلان الناس تدعي لفلسطين؟ ليه زعلان الناس تدعي لغزة؟ والمواقع اللي عمالة تنشر ان الراجل ده امام تركي وكذا، ليه الموقع السعودي قال انه مفبرك الفيديو اصلا؟ امر غريب شوية. نروح للمعتمر الجزائري اللي ايضا نشر فيديو بيقول ان هم اوقفوه لانه كان بيدعي لغزة وفلسطين. زي ما حضرتك شايف كده السلطات اعتقلت الامام الجزائري لمدة 6 ساعات، وقالوا انه المحكمة طلعت قرار بمصادرة الهاتف بتاعه واحالته الى مكتب الارشاد في الحرم قبل اطلاق سراح. احمد موسى يقرأ التويتة دي هيقول لك الاخوان خلاص سيطروا على الحرم، مكتب الارشاد بتاعهم بقى في الحرم. معلش، ما هو الاي كيو بتاع مدينة الانتاج الاعلامي عامل زي خوارزميات الفيسبوك كده او التيك توك او الانستجرام، بيبقوا مولفينه ومبرمجينه على كيوردز، كلمات مفتاحية، لو لقط اي كلمة مفتاحية من دول ما بيقراش الباقي، هو بيعمل او بريبورت هنا، اعمل لي هنا بلاغ بسرعة كابي رايتس، اعمل لي هنا بلاغ بسرعة، اشحن هنا 10 لجان الكترونية يسبوا الدين، اشحن هنا 10 لجان الكترونية يسبوا الاب والام بسرعة.
فزي احمد موسى ونعقه تديه لو قروا الخبر اللي احنا بنذيعه ده وقال لك تم احالته لمكتب الارشاد قبل في الحرم، قال لك شفتوا الاخوان تغلغلوا في الحرم ازاي، ده عاملين مكتب ارشاد هناك. اي مفاجاه والله، مكتب الارشاد موجود في الحرم يا جماعه، بعد ما السيسي دمر المقر بتاعهم في المقطم عملوا فرع في الحرم دلوقتي موجود هناك. غرد كانك احمد موسى وناقه الدين. المهم يعني نشوف تغريده اخرى عن نفس الموضوع بتاع اعتقال الائمه. عبد الحميد جودي بيقول ردا على الطاعنين في الامام الجزائري الذي اعتقلته اجهزه الامن السعودي لمده 6 ساعات، هذا مؤتمر تركي تعرض للاعتقال في السعودية للسبب نفسه وهو الدعاء لغزة أيها الكذا كذا كذا، ومع بعض الخطابات القوية يعني. طيب نشوف كده السديس وهو بيتكلم عن موضوع غزة قال إيه، نتابع. وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم، وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طب معلش يا شيخ سديس، لو احنا ردناه لأولي الأمر مننا فطلعوا هم الشيطان، معلش انا اسف يعني مش بلخبط في الايه ولا حاجه، بس انا همشي معاك. احنا ردينا موضوع غزه وفلسطين لانه ملتبس علينا زي ما انت بتقول، واحنا خايفين نتلخبط يعني فيه، فاحنا ردناه لاولي الامر مننا، فلقينا اولي الامر مننا هم والشيطان واحد، محمد بن سلمان، عبد الفتاح السيسي، قيس سعيد، ها واخد بالك انت يا شيخ سديس؟ فايه بقى، ايه نعمل ايه بقى في اللحظه دي لما ردناه لاولي الامر لانهم شياطين؟ نتصرف ازاي؟ نشغل نفسنا ولا نمشي ورا الشياطين؟ معلش يا شيخ سديس بس والله بتقل عليك يعني. يعني لو وصلك الفيديو ده ووصلتك رسالتي ارجوك، يعني اخوك مزنوق محتاج يعرف. انا معاك، انت راجل جميل. اي نعم في ناس كتير اعرفهم ما بيحبوش صوتك، بس انا من الناس اللي كنت بحب صوتك. يعني انا يعني ليا شويه في قراءة القرآن وبتاع، فوداني بتجيب الصوت الجميل يعني. فانت والشريم و كان في شيخ كمان كنت بحبه قوي، ماهر المعقلي والكلام ده، وابو بكر الشاطري وبتاع، يعني في بعض الشيوخ كده انا بصراحه بحب صوتكم جدا، وكنت حتى زمان اقعد اقلد الاصوات بتاعتكم يعني في القراءه وكده. فلك معزه خاصه يعني لما تحمله من صوت وقراءه للقران، يمكن يختلف معايا كثيرين، بس انا لا يعني من الناس اللي لما بسمع صوتهم في رمضان بحب اجي اسمع صوت السديس. لكن الحقيقه يا شيخ سديس انت حيرتنا دلوقتي، احنا في مأزق، معلش حلها لي الله يخليك. ومعلش لازم أأكد اخواتنا في السعوديه، كلامي عن السديس ليس طعنا في المملكه وليس طعنا في السعوديه العظمى وليس طعنا في دم عزك يا وطن وليس طعنا في كل الهكس اللي انتوا حاشينكوا دماغكوا بيه بقالكوا سنتين ثلاثه، واي حد بيقول السعوديه من هنا بتروحوا تقربوا تهجموا عليه. ها ايه مالها السعوديه؟ دم عزك يا وطن، اخ كريم وابن اخ كريم، لا ما يصحش اللي بتعملوه، مش عارف ايه لابو اللي ايه. فعارف انت الطريقه دي، بس اطلعوا بره القصه، الكلام مش ليكم، كلام للشيخ السديس. تمام؟ فالرساله موجهه للشيخ السديس تحديدا يعني. طيب يا مولانا، دلوقتي احنا عندنا اهلنا في قطاع غزه بيبادوا، وقد تعلمنا انه من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. وقد تعلمنا أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد استمعنا إليك وأنت تقرأ من آيات القرآن الكريم عن نصرة المسلمين وعن نصرة المستضعفين إلى خلافه. طيب دلوقتي نعمل إيه يا شيخ سديس؟ التبس الأمر علينا فرددناه إلى أولي الأمر، فتبين ان اولي الامر والشيطان يعني عارف انت اللي بيقول لك مش عارف ايه من حاجه واحده مع بعض يعني، ما شاء الله واخدينها بالجينات كده. فنتصرف ازاي يا مولانا؟ هل خلاص نتبع او نتبع او نمشي وراء اولي الامر ونسيب الجماعه اللي بيتقتلوا دول مالناش دعوه بيهم؟ ولا نتصرف ازاي؟ ارجوك تفهمنا، لو بس في ملحق اضافي
للكلمة بتاعتك توضح لنا فيها الموقف، لأنه التبس علينا كثيرا. إحنا عايزين نمشي وراك ونمشي ورا أولي الأمر، بس الحياة وضعهم يعني لا يسر عدو ولا حبيب. طيب إخواتنا في السعودية قال لك إن الإمام الجزائري بيكذب، وده ما حصلش. ليه يا جماعة؟ لأنه إمام الحرم وإمام المسجد النبوي أصلا بيدعو لغزة، فإزاي يعني هو لو دعا لغزة هيجيبوه؟ فكذبوه. والراجل بتاع اسطنبول قالوا انه اصلا خلص وروح ومصور في اسطنبول، فاخواتنا في السعودية كذبوا الموضوع خلاص واعتبروه حاجة مش كويسة. طيب اهم سلطة دينية في العالم العربي اعتقد انه الازهر، مش كده؟ مش هقول يوازي الازهر، لكن الجهة اللي نقدر نقول انها زي الازهر في المملكة العربية السعودية هي مين؟ هي هيئة كبار العلماء، صح؟ تعالوا كده نشوف مع بعض مقارنة ما بين موقف الأزهر الشريف وموقف هيئة كبار العلماء في السعودية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. الأزهر الشريف طبعا الإمام الأكبر والشيخ أحمد الطيب، فهيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله الشيخ هو مفتي المملكة، أكبر مرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر، عدد الأعضاء 40 عضو، عدد الأعضاء في هيئة كبار العلماء في السعودية 20 عضو. من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الشيخ أحمد الطيب وقف بحسم ضد هذا العدوان وطلب باستنفار الدول العربية. أما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لم يعلق على ما يحدث في قطاع غزة مطلقا، ولم يصدر عن الهيئة أي بيان يطالب بوقف ما يحدث من عدوان على قطاع غزة. نكمل في المقارنة ما بين الهيئة وما بين الأزهر. الأزهر طالب بمناصرة أهل غزة ووقف العدوان، الهيئة صدر عنها بيان واحد في 2 نوفمبر طالب بالتبرع لأهل غزة امتثالا لطلب ولي الأمر الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان ولي العهد. والأزهر طالب بمساعدة أهل فلسطين بالمال وكل أشكال الدعم، وطالب بسرعة إدخال المساعدات. اللافت بقى إيه يا جماعة؟ وده التويست الغريب قوي، انه الهيئه في 2017 5 يونيو 2017، هيئه كبار العلماء السعوديه ايدت حصار قطر، الحصار الخليجي المصري على قطاع على قطر، وايامها اعلنت ان حصار قطر فيه صلاح المسلمين. طبعا ما زي السويس كده، اتبع وقولي الامر وما تلخبطش نفسك. فالهيئه ايام قطاع ايام حصار قطر اعلنت ان حصار قطر ده فيه صلاح المسلمين، لكن الحقيقه غضت الطرف تماما عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، على عكس الأزهر اللي طالب بمحاكمة قادة الاحتلال المتورطين في المجازر، واعتبروا معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه بيمثل خطر، لكن ما سمعناش الحقيقة معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه قال أي حاجة على الجماعة بتوع هيئة كبار العلماء في السعودية. السعودية تحارب غزة، ده هو الملخص. سيكتب التاريخ أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عهده اعتقل المعتمرين اللي بيدعوا لغزة، وخرست لجنة أو هيئة كبار العلماء السعودية بتاريخها بعلمائها بشيوخها بدعاتها، خرسوا تماما وغضوا الطرف عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تمسك الأزهر بقليل من مواقفه التاريخية وبالحد الأدنى من نصرة الشعب الفلسطيني بدعوة المسلمين لنصرة الشعب الفلسطيني، دعوة حكام العرب بأن هم يتخذوا مواقف حقيقية ويستخدموا ما لهم من أدوات وحكمة وسياسة. شتان الفارق الحقيقة بين الأزهر الشريف والشيخ أحمد الطيب وبين عبد العزيز الشيخ وهيئة كبار العلماء السعودي. طيب السجال المصري الإسرائيلي الحقيقة أنه مستمر ولا يتوقف من بداية العدوان. خلينا نشوف كده CNN اللي نقل التصريحات لسامح شكري بيرد فيها على وزير المالية الإسرائيلي، وبيتهم إسرائيل المرة الأولى أنها بترتكب جريمة حرب مكتملة الأركان. هل هناك خلافات في الإدارة الأمريكية؟ ده تصريح لأنتوني بلينكين. هل ده الخبر يا جماعة اللي بنتكلم عنه؟ أنا متهيألي بنتكلم على سامح شكري
ده مش الخبر اللي بنتكلم عنه الحقيقة. اهو ده الخبر الحمد لله وصله. طيب بيقول لك يا سيدي انه سامح شكري رد على تصريحات منسوبة لوزير المالية الاسرائيلي بيتسلئيل سيموتريتش حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، وقال انها تصريحات غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلا. خارجية المصرية نزلت بيان كلمت فيه عن الموضوع ورفضت الحقيقة التصريحات الإسرائيلية. تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة غير مسؤولة تخالف القانون الدولي مرفوضة جملة وتفصيلا، ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة والحل الإنساني الأنسب. عقب السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم 14 نوفمبر بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أكد وزير الخارجية المصري على أن هذا التصريح يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا. نشوف صحيفة معريف الإسرائيلية ماذا قالت اليوم. أعضاء الكنيسة من الليكود ومستقبل يقدمون مبادرة جديدة الإخلاء الطوعي لعرب غزة. بيتكلموا على أنه لازم أنه في دول داعمة للقضية الفلسطينية مش هيرفضوا مساعدة الفلسطينيين، ولازم نحرك الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل أو بآخر. يبقى مسلسل التهجير مستمر الحقيقة، التصريحات الإسرائيلية مستمرة. هنا بيتكلم هو على موضوع مبادرة فيما يتعلق بالهجرة الطوعية لفلسطيني غزة إلى دول العالم، وإن ده الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة. حول التوترات المصرية الإسرائيلية والتراشق الإعلامي الدبلوماسي المصري والإسرائيلي، أرحب بضيفي عبر سكايب من رام الله السيد محمد القيقة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد أهلا بك معنا. حياكم الله، أهلا بكم. حديث التهجير لا زال مستمرا، هناك تراشق إعلامي يرتقي أحيانا للتراشق الدبلوماسي بين الوزراء، ما هي وجهة النظر الإسرائيلية من قراءاتك للصحف العبرية حول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء؟ ملف الفلسطيني بشكل أساسي هو منهجية إسرائيلية ليست مرتبطة لا بنتنياهو ولا بمرحلة ما بعد 7 أكتوبر ولا حتى بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. القاعدة الأساسية لدى إسرائيل أن فلسطين وجغرافيا فلسطين كلها لا يوجد لا فيها سيادة ولا كيان للفلسطينيين في مخططاتهم التاريخية، وهذا ما أثير في 2020 حول خطة الضم والتي حاولوا مرارا وتكرارا تطبيقها، وكان هذا بإسناد من الرئيس السابق دونالد ترامب حينما أعطاهم السفارة بنقلها من تل أبيب إلى القدس وبوعدهم بأن تكون إسرائيل يهودية الدولة. بيت القصيد وكلمة السر هي يهودية الدولة. يهودية الدولة أي أنه بات هناك ديمقراطية صفر وبات هناك ما يسمى بالمملكة، وهذا طموحهم وفي عقيدتهم وفي تربيتهم وفي أسسهم المبنية على أساس غياب الفلسطينيين من المشهد، وأوجدوا بدائل للفلسطينيين في المكان الجغرافي وليس في الهوية السياسية، لأنهم لا يعتبرون أن هناك هوية سياسية للفلسطينيين. هذه النقطة سنذكر فيها بعض التفاصيل، لماذا لا يعتبرون أن هناك هوية سياسية للفلسطينيين؟ إذا ما ذهبنا إلى اتفاقية أوسلو التي وقعت في 93 ما بين منظمة التحرير وبين الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، حتى هذا اليوم 30 عام تقريبا لا يوجد أي إنجاز سياسي قدم للفلسطينيين حتى على مستوى البطاقة الشخصية. إذا ما ذهبت وفتحت أي بطاقة شخصية لأي فلسطيني في الضفة الغربية وغزة ستجدها أنها جلها باللغة العبرية والكلمات العربية أقل من العبرية. إذا ذهبت أن تسافر إلى معبر الجسر الملك حسين والجسر الأردني الفاصل ما بين الضفة الغربية والأردن ستجد أن كل المعاملات باللغة العبرية من الجانب الفلسطيني، ولا يوجد شيء اسمه دولة فلسطين وهي السلطة الفلسطينية.
أيضا في التعامل مع المدن الفلسطينية لا يعطون أي سيادة للفلسطينيين، يقتحمون في أي مكان، يجتاحون، يقتلون، يعذبون، يصادرون الأراضي. أضف إلى ذلك كله أنه 78% من أرض الضفة الغربية هي أرض تصنف سي بحسب اتفاقية أوسلو، وهي المنطقة سي أي تعريفها الميداني خاضعة للسيادة الإدارية والأمنية والاجتماعية للإسرائيليين، وهذا بحد ذاته نسف لأي فكرة للهوية السياسية الفلسطينية. البديل الجغرافي أوجدوه، وهذا حاول تطبيقه في أكثر من سنة وأكثر من مرحلة، وهي سيناء والأردن، وحتى أنهم لا يذكرون الأردن إلا ويذكرون أنه الوطن البديل للفلسطينيين، ولا يذكرون سيناء إلا أنها جزء من غزة، وسيناء دولة فلسطين التي لها ما لها مع المصريين وانتهى. لذلك هم يسيرون في هذا المنهج، وصفقة القرن كانت أوضح شاهد على التطبيق الفعلي مقابل الدولارات لبعض الأنظمة في محاولة لتمرير هذه الفكرة وشطب المعادلة وإبقاء إسرائيل مركز التحكم بغرب آسيا وشمال أفريقيا. طيب، هل هناك محاولة تهيئة للرأي العام الإسرائيلي في الصحف العبرية في أن مصر هي من تعرقل خطة تهجير الفلسطينيين إلى غزة، ويجب الضغط على مصر بشكل أو بآخر؟ هم لديهم عداء كبير جدا في إعلانهم الداخلي للشعب المصري. هم يرون بأنه لا يعقل حتى اللحظة، وانظر كيف التفكير الداخلي في إسرائيل، هناك علاقات سياسية واتفاقيات سلام ما بين مصر والأردن مع إسرائيل، يعني مصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل، كثير ما يتم التداول حول السفراء في هذه المناطق، من سيذهب، من سيريد أن يكون سفيرا في مصر، الكل يحاول أن يبتعد عن هذا المنصب. لماذا؟ لأنه يشعر أنه وحيد وأنه سفير في منطقة ليس فيها شعب، لأن الشعب المصري لا يتجاوب ولا يختلط ولا يكون لديه المزاج العام مع السفير وأبناء السفير وأقارباء السفير وعلاقات السفير. هذا السفير سيبقى معزولا وعلاقته فقط مع جهة محددة، حتى ذهابه إلى المطاعم، ذهابه إلى الحياة العامة، الاختلاط فيه صفر، لأن الشعب المصري لم يتم عليه الترويض والتطبيع، وبالتالي معادلة النورماليزيشن فقط هي مع النظام، وهذا ما حدث في الأردن، وهذا يتحدثون فيه في الإعلام العبري أنه نحن نطبع مع الأنظمة وليس مع الشعوب، لأنه حتى اللحظة سنوات طويلة لم نستطع أن نجعل سفير يعيش في مصر كما السفير الذي يعيش في الولايات المتحدة، وهذا ينبع من الجدولة العقيدية العقائدية التي يمررونها في الإعلام من خلال أن الشعب المصري فقير، الشعب المصري جعان، هذا الشعب ليس له ديمقراطية، وانظر إلى فكرة الديمقراطية يستخدمونها بعنف في معادلاتهم. لا يوجد ديمقراطية في الشرق الأوسط إلا إسرائيل، هذه إسرائيل واحة الديمقراطية وباقي المواقع كلها غابات، مع أنهم هم جزء رئيسي من الفتنة الداخلية في الدول من تشتيت الجو الديمقراطي، وينعكس ذلك على محاولتهم التخلص من الفلسطينيين بحجة أن يجب أن ننقي، نحن الجسم النقي في المنطقة، يجب أن ننقيه من العرب، حتى في اجتباتهم، وإذا ما رأيت كيف عرضتم الكلمة عرب غزة وليس الفلسطيني، يحاولون شطب كلمة الفلسطيني كي يتم تمرير الفكرة أن العرب يحتضنون بعضهم جغرافيا، وبالتالي ابقوا العرب في الأردن وابقوا العرب في سيناء لننتهي من قصة الكثافة السكانية، وإن تبقى بعضا من السكان في الدولة اليهودية سيتم التعامل معهم على أنهم من الدرجة الثالثة كمواطنين. أنا أتفهم التراشق الإعلامي على مستوى إعلاميين هنا وهناك، صحفيين هنا وهناك، أما أن يصل الأمر إلى وزير المالية الإسرائيلي فأرد عليه وزير الخارجية المصري ويتهمه بأن إسرائيل ترتكب جريمة حرب مكتملة الأركان، تنقل شبكة سي إن إن هذه التصريحات أو هذا التراشق بين الوزيرين، يعني هل يؤشر ذلك على أزمة قادمة بين النظامين؟ بالنسبة لسموتريتش، لا يرى وزير الخارجية المصري أمامه، ونحن كنا قبل قليل في نقطة مهمة وخطيرة. هذا في النهاية لديه أجندة في المنطقة، انظر كم مرة ناشدت مصر أن يتم وقف العدوان على قطاع غزة، مئات المرات، كم الاستجابة؟ صفر. انظر كم مرة طلب الإسرائيلي من الأمريكان إحضار السلاح، ولا مرة. كم أحضر الأمريكي سلاح؟ عشرات الأطنان. بالتالي العلاقة التي ينتهجها سموتريتش وغيره مع العرب علاقة، وهذه أيضا جزء من التعبئة،
الدينية خاصة أن سموتريتش ابن المدارس الدينية في داخل إسرائيل، ولديه نظرية بأنه هو أصلا من مؤسسي فتية التلال، فتية التلال الذين يسيطرون على المناطق والجبال في الضفة الغربية وينفذون اعتداءات بحق الفلسطينيين، وهو من الأكثر تطرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية. لذلك هم ينظرون ويرون العرب كأنهم خدم، وكأنهم وهذه أصلا في العقيدة لديهم أنه الله عز وجل خلق كل البشر على شكل إنسان كي يستطيع اليهودي تقبل خدمتهم له، وبالتالي حينما يصرح ويطلق الشعارات والآن يطبق فعلا. الذي يختلف عنه وزير الخارجية المصري، وزير الخارجية المصري يطلق البيان ولا يكون هناك تنفيذ ميداني، لا للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، لا لفتح معبر رفح، ولا لقمة عربية مهمة تستطيع أن ترتقي بنظرة الشعوب، نظرا لأنه أصلا بكل بساطة الشعوب لم تنتخب هذه الأنظمة، وبالتالي هذه الإشكالية في التعامل مع إسرائيل. إسرائيل على الأقل يرى نفسه سموتريتش أنه منتخب، وبالتالي حينما يخاطب وزير الخارجية المصري غير المنتخب وحتى الأردني وحتى الأنظمة العربية، نعم، هو يراهم بدونية. لكن نعم، أستاذ محمد، يعني النظام المصري وإعلامه يروجون منذ 7 من أكتوبر أن موقف مصر ثابت وأنها أرغمت الاحتلال الإسرائيلي، ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية، أن تتوقف عن الضغوط الغربية والإسرائيلية على مصر لقبول خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بل إلى مصر. كرر هذا الأمر السيسي أكثر من مرة، أكده سامح شكري ويردده الإعلام المصري. هلا هذا شأنه، ماذا يردد وماذا يقول، ولكن الوقائع تقول أن الشعب الفلسطيني الذي تسقط عليه القنابل في آلاف الأطنان على قطاع غزة هو الذي أفشل التهجير، وليس الذي يجلس في المقاعد والكونديشنات والمكيفات والفنادق والمؤتمرات. وأي أحد أقذف عليه قنابل ويبقى في مكانه هذا يعطى وسام الصبر ومنع التهجير. منع التهجير الذي تحاول النظام المصري ولا حتى الأردني وبعض الدول أن يتبناها أنه هو الذي نجح في ذلك، عليه أن يراجع بنودا مهمة في اتفاقية شرم الشيخ والعقبة، وهي اتفاقيات وقمم أمنية عقدت قبل شهور من الآن وأفرز عنها خارطة كاسر الأمواج الإسرائيلية، وأفرز عنها بعث السلاح المباشر للسلطة الفلسطينية في رام الله، هذا السلاح ناري وقامع للمظاهرات ضد الفلسطينيين. فالذي استطاع وبسرعة أن يرسل سلاح ناري للسلطة في رام الله وغذاء وقنابل غاز كي تفرق الفلسطينيين، عليه أن يكون أوضح من ذلك وأن يرسل الطعام والغذاء في غزة مباشرة وليس بعد اليوم 30 أو انتظار إسرائيلي كي يقرر وغير يقرر. لذلك لا يوجد من التصريحات التي تخرج للعلن من القمة العربية والقمة الإسلامية والمسؤولين ما يطبق على أرض الواقع الآن، ونحن نرى كيف يدفن الناس في الشوارع ويدفن أمام المستشفيات، هذا تناقض كبير جدا. شكرك، شكرا جزيلا محمد القيقة، الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت ضيفي عبر سكايب من رام الله. الغرب يتحور رويدا رويدا بعيدا عن الرواية الإسرائيلية ويتبنى موقفا يدعو لوقف إطلاق النار. تابعونا. مجموعة من الأخبار الحقيقة من الولايات المتحدة، من بلدان أوروبية، من بريطانيا، بتقول إن في تغيير. هل تغيير كبير؟ هل صالح القضية الفلسطينية، لصالح الرواية الفلسطينية، ولا هو تخلي عن دعم إسرائيلي المطلق لدعم أقل يعني شوية؟ هنحاول نعرف مع ضيفنا في هذه الفقرة، لكن خلينا استعرض بعض الأنباء أو الأخبار اللي جاية من الولايات المتحدة. بداية بيرني ساندرز وهو عضو الكونغرس الأمريكي، نستمع إلى ما قاله. What we are looking at now is one of the more horrific moments in modern history. As you indicated, Hamas attacked Israel in a barbaric way, killed hundreds and hundreds of men, women and children. Israel has a right to defend itself. إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، أكيد، ضد هجمات 7 أكتوبر، أكيد، ده اللي بيقوله بيرني ساندرز، لكن استهداف معسكرات اللاجئين، المدارس، المستشفيات، ده أمر يجب أن يتوقف فورا. النبرة دي ما كانتش موجودة في الأسابيع الأولى. موقع المنصة بينشر تقرير عنوانه أو بيطرح سؤال: هل تتخلى إدارة بايدن عن دعمها المطلق لإسرائيل؟ بتطرح فيه مجموعة من الأسئلة، بتنقل عن بيرني ساندرز، بتنقل عن باراك أوباما، إنه من المهم الاعتراف بالحقائق المتناقضة،
انه اللي عملته حماس امر مروع، لكن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين هو امر لا يطاق، وبيقول ان لا احد ايدي بريئة، جميعنا متواطئون بدرجة ما، من المستحيل ان تكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة، من الصعب ان تشعر بالامل، صور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الانقاض تفرض علينا جميعا حسابا اخلاقيا. موقع عربي 21 نشر انه في مساعد نواب في الكونغرس بيطالبون بوقف اطلاق النار، في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اعدته كايلا جو، قالت فيه ان مساعدين للنواب الديمقراطيين في الكونغرس اختلفوا مع رؤسائهم في موقفهم من الحرب، وقالوا ان في مجموعة معظمهم من الجيل الشاب في الكونغرس بيطالبوا بوقف اطلاق النار وبيحثوا ضد او بيتحدثوا ضد مواقف المسؤولين علنا. سي ان ان نشرت تقرير مهم ايضا بتقول هل هناك خلافات في الاداره الامريكيه بشان التعامل مع صراع اسرائيل وحماس، وقالت انه انتوني بلينكن وزير الخارجيه اعترف بالفعل بوجود خلافات داخل وزاره الخارجيه حول نهج اداره بايدن تجاه الصراع بين اسرائيل وحماس في رساله بالبريد الالكتروني الى الموظفين. عربي 21 نقلت عن موقع اكسيوس ان دعم واشنطن لإسرائيل بيهز أركان الخارجية الأمريكية، وإن في مشاكل كبيرة جدا في وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا الأمر. الزلزال اللي أحدثته غزة والحرب عليها بالتأكيد وصلت أصداءه إلى بريطانيا. سوفيلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية بيتم إقالتها بالأمس، والموضوع بيحدث زلزال كبير، خاصة أنه جيمس كليفرلي مواقفه مش افضل حالا من سوفيلا برافرمان، لكن اللافت للنظر هو عودة ديفيد كاميرون رئيس الحكومة السابق، واللي هو مش يعني من الاتجاه اليميني قوي في حزب المحافظين، بيرجع لمنصب وزير الخارجية. بالمناسبة سوفيلا برافرمان نزلت تويتة من شوية، من ساعتين تقريبا او ساعة، فيها بيان من ثلاث صفحات، بيان ناري اتهمت فيه ريشي سونك بالخيانة، خيانة المبادئ البريطانية، وان هي وافقت انها تيجي معاه في الحكومة بشروطها وبشروط معينة متعلقة باللاجئين ومتعلقة بأمور أخرى، وإنها بعتت له عشان يلغي الهيت مارشز أو مظاهرات الكراهية زي ما وصفتها، مظاهرات دعم فلسطين، وهو كان متخاذل وكان ضعيف وما غيرش القانون وما وقفش معاها زي ما الكاميرا كده ما وقفتش معايا دلوقتي وأنا بتكلم، وكانت الحقيقة حاجة صعبة جدا يعني. فالخطاب بتاع سوفيلا برافرمان بالمناسبة عامل حوالي 4 مليون أو 5 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين، فزلزال كبير في بريطانيا متعلق بحرب غزة أيضا. إيه اللي بيحصل؟ هل هناك تغير في الموقف الغربي تجاه إسرائيل أو تجاه فلسطين، ولا دي كلها أمور لها علاقة بالمعارك الانتخابية في هذه الدول؟ أسئلة مهمة أنقلها إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد أبو العنين الكاتب والصحفي المصري. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا بك. خليني أبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية بداية. أنتوني بلينكن بيعترف إن في خلافات داخل وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال متابعتك الخلافات دي ممكن تصل لإيه أو تصل لفين؟ حتى اللحظة قولا واحدا هناك خلافات، هناك تباينات في المواقف خاصة داخل الكتلة الديمقراطية. طبعا الكتلة الجمهورية ربما تكون بعيدة عن هذا التأثير إلى حد ما في التوقيت الراهن، لكن بكل تأكيد هناك تضعضع داخل الكتلة الديمقراطية، وهي ليست وليدة ما حدث في السابع من أكتوبر، لكنها تمتد إلى ما قبل ذلك، سواء فيما يتعلق باستطلاعات الرأي في موقف الديمقراطيين أو الكتلة الفاعلة داخل الحزب الديمقراطي، وهي مجموعة الشباب الذي تحدثت عنهم والذين يمثلون عصب الحزب القادم. لأن أنت عندما تتحدث عن القيادات الموجودة الآن اللي هي في الحقيقة تتناقض في مساحات كبيرة مع القاعدة العريضة للحزب الديمقراطي أو مجموعة الشباب التقدميين داخل الحزب الذين يرون أن هناك مسافة تناقض واضحة ما بين قيم الحداثة التي يتحدثون عنها وقيم حقوق الإنسان والحريات والقيم التي نشأت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في مناهضة الاستعمار الكولونيالي القديم فرنسا وبريطانيا، وبالتالي انه بهذه الطريقة تقود
الولايات المتحدة الأمريكية ووجود الولايات المتحدة الأمريكية كقوة تحمي الديمقراطية والحقوق والحريات. لكن حتى أن نكون متفائلين أنه رغم وجود هذه النزعة التي تدفع نحو التمسك بهذه القيم، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية براغماتيا وعمليا أقوى منها إيديولوجيا، ما زال هذا التيار ضعيف. القنوات السرية التي تحركت فيها اعتراضات من قبل 400 من موظفي الخارجية الأمريكية، والتي أرسلت إشارات واضحة بأنه ما يتم الحديث عنه يضعضع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية وربما نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. هناك استشعار أيضا من وزارة الدفاع بأنه ما تم الاتفاق عليه مع نتنياهو سواء في إطار العملية أو سواء في طريقة التحرك أو سواء حتى فيما يتعلق بطريقة تنظيم العمليات على الأرض والطريقة التي يتعامل بها نتنياهو والتي تتسبب في سقوط عدد كبير من المدنيين فيها إشكاليات كبرى. اليوم عندما أقرت أنه إرسال قذائف 155 ملي إلى إسرائيل، تم تحريك دعوة مباشرة في مواجهة جو بايدن باتهام الإدارة الأمريكية مباشرة، والمجموعة التي حركت الدعوة هي نفس المجموعة التي حصلت على حكم في قضية جوانتانامو، وبتوصيف ما حدث في جوانتانامو باعتبار أنه يعني مناهض لقيم الولايات المتحدة الأمريكية وما ترتب عليها. ما أقوله بشكل عام أنه رغم ما قلناه في الولايات المتحدة الأمريكية من وجود تضعضع داخل الجبهة التي شكلت هذا الدعم غير المسبوق والمطلق لما أطلق عليه الدفاع عن النفس والذي تسبب في مقتل وسقوط هذا العدد من الضحايا، إلا أنه في النهاية ما زال قدرة هذه المجموعات على التأثير في المشهد فيها كثير. طيب، من الحاجة. كان يفترض انه غزة او دعم اسرائيل تكون ورقة انتخابية قوية جدا لجو بايدن لزيادة او ارتفاع شعبيته، لكن العكس هو الصحيح. بعد 38 يوم من الحرب شعبية بايدن في الحضيض، وغزة لها تأثير كبير على هذا الامر. لماذا؟ بكل تأكيد، لانه الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية لا يتشكل بما يمكن أن نطلق عليه أنه فعل واحد، لا، هناك مجموعة من الأشياء التي راكمت. أنا تحدثت عن شعبية بايدن حتى قبل ما 7 أكتوبر، لكن بكل تأكيد هذا الاصطفاف غير المسبوق وغير المشروط خلف الإدارة الإسرائيلية مع هذا العدد الكبير من الضحايا، حجم التناقض السافر داخل المنظومة الأمريكية، هنا بقى الصورة الأعمق. الصورة الأعمق اللي في تقديري بتتشكل عبر الأطلسي سواء في المجتمعات الغربية أو في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تناقض شاسع، هناك بون شاسع ما بين الاستابليشمنت، الإدارة، السياسة، الفورمال، من يديرون السياسة، وما بين القواعد المحكومة التي ترى أن هناك مساحة من التناقض السافر الآن بين القيم التي تعلمون بها الأبناء في المدارس، بين القيم التي تعلمون بها المجتمعات الأهلية والمدنية وتتحدثون فيها عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن المساواة وعدم التمييز ما بين البشر على أساس دينهم ولا لونهم ولا انتمائهم العرقي، في حين أني عندما جاء محق حقيقي لاختبار هذه القيم لأشخاصهم مختلفون عنا، ليس لديهم لا شعر أصفر ولا عيون قدر، باتت هذه القيم غير موجودة. جميل. لماذا تطبقون هذه المعايير؟ على سبيل المثال عندما يتحدث بلينكن عن أنه قطع المياه عن دونيسك هو جريمة حرب، في حين أنه قطع المياه عن أهالي غزة لا يعتبر جريمة حرب عند أرسولا فندليون. هنا هذه المفارقة. أنا في تقديري أنه ستأخذ وقت ولكنها ستسفر عن مستجدات كبيرة داخل هذه المجتمعات. حديث عن المستجدات يبدو أنها ألقت بظلالها هنا في بريطانيا سوفيلا برافرمان، ضحية لهذه المعركة، ضحية لتصريحاتها، ضحية لانحيازها السافر لجهة ضد جهة، خطابها الأخير على تويتر يبدو أنه بداية حملة انتخابية لسوفيلا برافرمان، يبدو أنها
ستذهب للانتخابات في 25 على منصب رئيس الحكومة البريطانية، لأن اتهمتها لريشي سونك وكأنها تخبره بالاستقالة. أنت خنت القيم البريطانية وخنت الاتفاق معي وخنت كل شيء الحقيقة. يعني إزاي شايف أزمة سوبيلا برافرمان وعلاقتها بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ طيب خلينا نقول أنه تحليل أو توصيف أي مشهد ليس بعيدا عن السياقات اللي بينشأ فيها. حزب المحافظين كان وصل إلى حالة من حالات الإفلاس الشديد جدا والقصور الشديد جدا في الإدارة نتيجة اختلالات داخل الكتل، نتيجة استقطابات حادة داخل تركيبة حزب المحافظين، سواء ما بين ما يطلق عليه المحافظين المتشددين والمحافظين المحافظين أقل محافظة من المحافظين الأولانيين، أو كتلة الصخور وكتلة الحمائم. في الحقيقة أنه ما حدث مع سويلا بريفرمان وما حدث في 7 من أكتوبر أوصل عجز حزب المحافظين إلى نقطة حرجة، إلى مشهد يجب أن تظهر فيه التباينات بشكل غير مسبوق. وكانت قضية الهجرة هي القضية الأولى، لأنه كانت تصريحات سويلا بريفرمان فيما يتعلق بالمهاجرين، فيما يتعلق بالأشخاص المعوزين أو الغير قادرين على توفير مساكن، كانت عنصرية وشديدة العنصرية، وتثبت إلى أي حد أن المعادلة التي حاول أن يخلقها ريشي سوناك داخل حزب المحافظين بغية تجاوز الانقسامات الشديدة وحالات الاستقطاب لتجاوز ما يسميه المعركة الانتخابية القادمة هي معادلة فاشلة. وهذا ما حدث بطبيعة الحال، وأفرز هذه اللغة العنصرية شديدة العنصرية التي تكلمت بها سويلا بريفرمان عن مسيرات الكراهية، مسارات الكراهية للضحايا وليس للجناة. وتبين فيما بعد أنه هناك صلات وهناك تنازع في المصلحة ما بين سويلا بريفرمان وما بين علاقتها الاقتصادية والمالية. طيب، وما بين إسرائيل. عايز أختم الحوار معك الحقيقة بسؤال: هل ممكن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمواقف الغربية يكون من ضحاياه في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن وحزب المحافظين؟ جو بايدن وحزب المحافظين والاتحاد الأوروبي أيضا سيكون في هذا السياق، لأنه في كثير أيضا من المشكلات داخل الاتحاد الأوروبي. الكتلة الأوروبية بدأت تتضعضع. في بريطانيا أنا أستطيع أن أؤكد لك أن الانتخابات القادمة سيعاقب فيها بشكل مباشر ومحدد، وهذه محاولة ريشي سوناك لاستخدام ديفيد كاميرون من معسكر الوسط لكي يضعه في وسط الصخور ولكي يستخدم كحائط صد. وفي نهاية المطاف كل هذه المحاولات يعني تشبه محاولات استعادة صندوقك القديم أو استعادة شيء من القديم لمحاولة إحياء حزب المحافظين، وهذا في حقيقة الأمر غير موجود. أيضا أورسولا فان دي ليون ما قامت به من تصريحات شديدة الانحياز لصالح العدوان ولصالح إسرائيل جرحت مشاعر كثير من الناس وعبأت الرأي العام في مواجهة مؤسسات هي فاقدة في الأساس لأدوات التواصل حتى مع المجتمعات الأوروبية والغربية. شكرا جزيلا محمد أبو العنين الكاتب والصحفي، كنت ضيفي في الاستوديو. شكرا.